اما الراجل جه يستخدم سامسونج فاستخدمه حاجتين، يقطع بيه كرات كتير جدا ويضغط على ارتكازات دريمز ونجح في سامسونج، والنقطه بتاعت انه يبقى مهاجم متاخر يستهدف المساحه اللي ورا الجزيري، ان اول ما الجزيري ياخد المهاجم معاه المدافع معاه سامسونج هو اللي يروح يهاجم المساحه دي. سامسونج مش اللعيب اللي هياخد الكوره ويجري بيها خطوتين وثلاثه واربعه زي احمد حمدي، هو بدنيا ما يقدرش يعمل دي، ولكن عنده نقط التمرير عنده الرؤيه بتاعته كويسه جدا. والنقطه الثانيه كانت ايجابيته على الجون ان هو بيلطش كتير، يعني على فكره جوزيه جوميز بتشوفه دايما، انا كنت يعني في الملعب في لقاء الاهلي في الكاس كلم ناصر منسي دايما بيعمل له الاشاره دي شوتش، هو عايز الفرد يشوط في لقاء دريمز. على فكره انا كنت ورا الجهاز الفني للزمالك في كوره كده ناصر ما شطش برده جابه وكلمه وعمل له دي ان هو ما بيشوطش، يمكن من ضمن هو عايز الفرد دايما يشوط على الجون، فيمكن دي لفه سامسونج وشاطها عملها في لقاء دريمز وما جاتش، في لقاء العوده كانت جات، دي من الحاجه اللي تحسب على فكره، اللعيب لازم يحاول بالظبط، لازم المهاجم لو المهاجم ما شطش مين اللي هيشوط؟ ده اخر واحد قدام الجول، لازم تحاول. ودي كلمه لكل مهاجمين الزمالك في غياب سيف الجزيري بكره، حاول دايما، هو دي تعليمات. انا بشوف الحركه بتاعت جوميز وهو بيشاور للعيب على وش رجله ويشوط، دي بشوفها كتير جدا في الماتشات، شفتها في لقاء الاهلي في نهائي الكاس، شفتها بعيني في لقاء دريمز في القاهره كان بيكلم ناصر عايز المهاجم يتحلى بشجاعه. تعال نشوف سامسونج هنا في الهدف بتاعه، احنا شفنا اخر لقطات اللي هي ان شلبي، بس عايز اقول لك ان سامسونج نفسه هو اللي بدا بقطع الكوره، يعني دي كانت تمريره من دريمز، سامسونج هنا في المكان ده قطع الكوره، كان عنده رؤيه ممتازه جدا في التمرير بعد كده. وتعال نشوف بقى تعليمات جوميز في الصوره اللي جايه هتبان على طول، بص هنا الجزيري واخد المساك للطرف، رايح على طول سامسونج رايح في عمق الملعب عشان يبقى في مهاجم للزمالك، بص وراه خلي بالك، بص كده بص وراه بيشوف المساحه اللي هو ممكن يتحرك بالظبط كده. وبعد كده الكوره دي هتتلعب من شلبي لفتوح لشلبي ثانيا هتروح لسامسونج اللي اجاد في الانهاء. فده برضو ترجمه لفكر الراجل. وانا عايز اقول ان سامسونج انا بحييه ان هو اكتر من كوره قطعها على فكره، يعني في فرصه للجزيري في بدايه اللقاء خالص اللي اتلعبت له طويله ومش عارف الجزيري تباطأ فيها ليه واستناها كتير شويه، دي كانت قطعت الكوره من سامسونج، كان بيضغط جدا على ارتكاز دريمز اللي هو بيطول كتير بالكوره، قطعها سامسونج مرر هنا لمصطفى شلبي اللي عمل لوب كويس جدا لسيف، سيف استنى الكوره كتير وكان المفروض يروح الاول يضمن كورته قبل ما اللي هو يتمطع قبل ما يشوط، لكن يعني ايه كان خيرها في غيرها يعني. بس انا بقول لك ان ده كان جهد من سامسونج في قطع الكرات، سامسونج قطع يعني من ضمن الحاجات اللي كنا واحنا بنتفرج على اللقاء كنا بنسقف كتير لسامسونج على فكره ان هو كان دور ايجابي جدا في قطع الكثير من الكرات وامتلك رؤيه ممتازه بعد قطع الكرات. ميزه يعني الفرق بين سامسونج واحمد حمدي، زي ما قلنا احمد حمدي بياخد الكوره ويزق خطوتين وثلاثه، سامسونج كان بيقطع الكوره ودايما بيشوف زيزو فين يمرر له، وكانت دي من الحاجات اللي بتنقل الزمالك سريعا، وكان في الارض السيئه دي قادر ان هو يمرر الكوره بقوه عشان الكوره في الارض اللي هي ما بتمشيش الكوره بشكل كويس كانت تمريراته قويه وبتقدر توصل عكس التمريرات كتير شفناها من زمايله. لو جيت لبقى لشبكه تمريرات الزمالك في لقاء دريمز هتظهر لك النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. 11 شلبي اقصى الشمال، زيزو يمين بس داخل سنة صغيرة لعمق الملعب، سامسونج هنا مركزي في قلب ورا سيف الجزيري وورا بعد كده البدايل لما محمد حمدي دخل، وكرات متبادلة كثيرا بين سامسونج وزيزو. على فكرة في حتة كده انت لعبت كورة احمد وتعرف الحتة دي، اللعيبة اللي زي زيزو اللي هم اللعيبة الجامدة في الفرقة اللي هو ساعات ساعات يستخسر الباص في لعيب اللي هو ايه لو حس لو ثقته في اللعيب ده قليله. صحيح. اما اللعيب يظهر ان هو كويس تلاقي نجم الفريق اللي هو الفريق بيعتمد عليه بدا يديله الكرات، فكانت سامسونج بينه وبين زيزو زي ما بقول لك كده 8 كرات طالعه من سامسونج لزيزو وخمس كرات طالعه من زيزو لسامسونج، فكره انه يظهر في شبكه التمريرات مع زيزو انا عايز اقول لك ان دي يعني ايه اللي هو واخد بقى اللعيبه بتثق فيه وبتدور عليه وبتديله، ودي نقطة تحسب لسامسونج في اللقاء ده ونقطة تحسب لجوميز انه في استخدامه.